السيستاني. اليوم حقيقة لدينا معلومات أنه الفصائل اليوم لا يوجد إجبار، بل يوجد تطويع. من يريد القتال في حال اندلع الصراع وتوسع، من يريد القتال في لبنان فليذهب، ومن يريد أن يبقى في العراق فليبقى، خشية من الانشقاقات، خشية من خروج الخلافات إلى السطح، لأن هنالك فصائل لا تريد القتال خارج حدود العراق، وأيضا هنالك رجال دين لا يؤيدون خطوة ذهاب قوات أو فصائل أو مجاميع مسلحة عراقية إلى لبنان. لذلك قراءة المشهد في العراق، نعم هي في الإعلام ضبابية، لكن على أرض الواقع لا، هنالك تخطيط، هنالك دعم، وهنالك دفع من قبل قائم. احنا شفنا